السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مدينة تيزي وزو والتطور العمراني اللي راه تعرفوا في هذه السنوات الأخيرة. والآن هنا رانا أمام واحدة من المحطات نتاع التليفيريك تاع المدينة الذي يعد حقيقة واحد من أكبر من أطول التليفيريكات في العالم، حيث يصل طوله لأكثر من 8 كيلومترات. وسوف نتكلم عن الجانب المعماري والهندسي نتاع المدينة بصفة عامة، حيث أن مدينة تيزي وزو في الأول كانت تظهر ضيقة، لكن عندما رحت لها لأول مرة وتجولت في شوارعها لاحظت أن الشوارع واسعة يعني بما فيه الكفاية، والحركة المرور يعني في المدينة تعتبر فلويد، يعني الحركة تمشي رغم يعني الضغط الكبير نتاع العمراني. يعني هي وتعتبر المدينة يعني مبنية، كل العقارات الموجودة داخل المدينة يعني مبنية، ما بقاش فيها عقارات. يعني المساحة نتاع المدينة اللي تري كومباكت كما نقولوا احنا، اللي متكوكة، وكل الفضاءات مبنية يعني معمرة، اللهم بقيت بعض الفضاءات القليلة جدا التي يعني تعد حوالي يعني 5% من المساحة الكاملة نتاع المدينة، بقيت فضاءات فارغة. وأنا أنصح المسؤولين نتاع مدينة تيزي وزو أن لا تبنى أي بناية جديدة داخل في المحيط الحضاري تاع المدينة، وتبقى هذه الفضاءات كلها سوف تستثمر كمساحات خضراء، تبقى كمساحات خضراء لصالح السكان تاع المدينة. كان بعض النقاط لاحظتها، بعض النقاط شوف سرد في هذا الفيديو بعض النقاط الإيجابية نتاع المدينة والنقاط السلبية. أولا نبدأ في النقاط الإيجابية. أولا التوزيع العمراني تاع المدينة يعتبر جيد جدا، ثم البنايات يعني هنا في البنايات اختاروا نظام تاع البنايات يشبه كثير النظام الموجود في دول كما تركيا و دول الاتحاد اوروبا الوسطى، يعني في رومانيا، ان يديروا عمارات نتاع 6 7 طبقات وتنتهي بالقرمود، وهذا شيء جميل جدا. والحبذا لو كل مدن جزائريه تقوم بهذا تختار هذا النوع العمراني، عوض ان ندير عمارات او يعني نتكلم على البناء الذاتي، لا نتكلم على البناء تاع الدوله، الدوله راهي تدير غير في الباطيمات. نتكلم عن البناية تاع البناء الذاتي، وين في المدن الجزائرية الأخرى لاحظ أن البنايات فيها 2 3 طبقات، أما في بناء في تيزي وزو البنايات كلها فيها 6 7 طبقات، 5 6 7 طبقات وتنتهي، وكلها مكملة من ناحية التراس كلهم مخدومين بالقرميد، وهذا شيء إيجابي جدا ويعطي جانب جمالي للمدينة. وثاني يزيد من لا كاباسيتي نتاع المدينة من حيث استيعاب الكثافة السكانية والتربح في المساحات. الجانب الآخر الإيجابي هو في المدينة هو اتساع الطرقات، الطرقات كلها متسعة، ما شفتش أنا طريق فيه يعني في انفوا ولا 2 وين تحصل به تمر، ولا كل الطرقات موسعة، وهذا مليح. يعني نلاحظ هنايا كما نشوف هنايا الطرقات كلها يعني جيدة موسعة، تخص لا فينيسيون، وهذا مشكل كبير مطروح في كل المدن الجزائرية من ناحية التهيئة العمرانية، من ناحية الأرصفة ولا سينياليزاسيون هوريزونتال ولا سينياليزاسيون فيرتيكال وكايتيك، كاين نقص خاصة لا سينياليزاسيون هوريزونتال
الماركاش في الطرقات غير واضح، وبعض الأحيان غير موجود، وهذا سلبي كثير. كاين ثاني دوك نروح للجوانب السلبية في المدينة، مش سلبية، هي نقائص يمكن تداركها في الوقت في الأعوام الجاية. مثلا العمارات هذه، والله العمارات هذه أنا عجبتني كثير بناء هذا. كاين واحد السؤال كبير يبقى، هل هذه العمارات يعني تتناسب مع القوانين العمران من ناحية المقاومة تاع الزلازل؟ لازم على السلطات المحلية، ولازم على كل يعني المؤسسات اللي كما السي تي سي ومديرية التعمير وكذا، لازم يراعيوا هذا الجانب ويتبعوه بصرامة. لازم كل العمارات اللي تفوق زوج طوابق يكون عندها ان بلون سي تي سي، ان بلون دو جيني سيفيل، ويكون فيه الموافقة نتاع السي تي سي. لازم العمارة إذا كان فاتت زوج طوابق لازم يكون عندها ان بلون سي تي سي نتاع الفراياج، ويكون مطابق للقوانين نتاع المضاد للزلازل. هذه نقطة مهمة جدا، وخاصة في مدينة تيزي وزو، لنلاحظ أن هنا العمارات كلها 4 5 6 طوابق. لازم هذه المراعاة من هذا الجانب نتاع السلامة نتاع البنايات. ثم نشوف الجانب الآخر، كان جانب واحد آخر ثاني، هو الجانب نتاع الواجهة، يعني من ناحية الكوتي أرشيتكتور، من ناحية الناحية الجمالية نتاع العمارات. هنا نلاحظ اللي أغلبية نتاع العمارات، حوالي 70% نتاع العمارات تحتاج إلى أن رافالمون، سكون أبل أن رافالمون دو فاساد. ونعاود ما قلته عن مدينة رويبة، ونزيد نأكد باللي لو كان هذه العمارات تتعاود يعني التغليف نتاعها بطريقة يعني علمية وعصرية، والله مدينة كما مدينة تيزي وزو يعني بالزخم العمراني نتاعها تصبح مدينة عالمية عالمية. شوف هنا العمارات، هنا لو كان يعني يكون فيها تغليف يعني بالسيراميك ومواد يعني موجودة يعني في السوق الآن في الجزائر، يعني كان وخاصة يعني في الطابق الأول، هذاك الطابق الأرضي يتعاود يعني بالرخام وبعض المواد يعني لي ماتيريو نوبل. والله أكيد مدينة كيما تيزي وزو تصبح مدينة عالمية، والله غير تفوق مدينة، يعني تولي تصبح كيما بورصة في تركيا، ولا يعني إزمير، ولا يعني يعود عندها صدى عالمي. وشكرا.